عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى أن قوى الفعل طبقة الحكم إنجاز التعبير تسعى قبل أي آخر إلى عدم إيصال الرسالة الملكية إلى الشارع الأردني، لأنه إذا وصلت إلى الشارع الأردني فهذه الطبقة الموجودة حاليا لن تبقى، فهي تدافع عن مصالحها وعن وجودها وعن بقائها. لما الملك يستحث العقل الأردني بالتفكير من خلال الأوراق النقاشية، ما هو كان بيقدر يطلعها بإرادة ملكية، لماذا اختار ورقة نقاشية؟ حتى تكون البيئة الأردنية السياسية قادرة على التفاعل والتفكير والإبداع. طب جميل. التفكير والإبداع يؤذي طبقة الحكم الحالية. وأنا بدي يعني ليس من اللياقة أن نقول ما قالوا مثلا لنا جلالة الملك في الجلسة اللي استمرت بجوز ساعتين وحكى بانفتاح شديد، وإحنا حكينا يعني أنه يعني أنا بتذكر أنه المشكلة مش مع جلالة الملك، المشكلة مع الأوف ريكورد على رأيي، اللي كل ما يحكي جلالة الملك بقوله يا شباب هذا مش للنشر، من جلالة الملك اللي بيحكي بالمناسبة. هذا ما هذه مشكلة. من يقرر أنا بدي أقول لك الرجل الثالث. في عندنا مشكلة في الأردن اسمها الرجل الثالث، الرجل الخفي. جلالة الملك حكى عن وادي السيليكون مصرش، حكى عن مدينة الإعلام مصرش، حكى 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 مصرش. جلالة الملك ما بيقدر يلحق زي ما حكى أخوي سميح التفاصيل، ولا بيقدر يعطينا الإصلاح بكبسولي. طيب. المشكلة عندنا أنه للآن القوى المجتمعية الديمقراطية اللي بتسعى للإصلاح مشتتة وغير متماسكة، وما زالت تأكل بعضها بعضا، فلذلك لم تكون كتلة وازنة كما هو التيار الرجعي اليميني في الدولة. التيار الرجعي اليميني في الدولة ما زال متكتلا، صحيح على الخلافات اللي بينهم، بس ممكن يتجاوز خلافاتهم عشان يبطشوا بشاب جديد داخل إلى طبقة الحكم زي سميع المعيطة، على كل التناقضات اللي بينهم. بس التيار اليساري التيار الإصلاحي والإصلاحي المتفهم والتيار الجديد أين هو؟ بوكل بعضه. بوكل